ده موضوع دكتور جمال فاروق، يعني عايز تعقيب من سيادتك على ما تفضل به الشيخ جابر، وهل ترى ان ذلك مبرر منطقي؟ هذه ردود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فأتوجه أولا بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد وزير الأوقاف لجهوده المباركة ولقيامه بدور عظيم في وزارة الأوقاف، حيث أحدث فيها تغييرا وله آثار بارزة في الوزارة منذ تولاها. ولكن هذا الذي نطرحه الآن ليس من باب النقد أو ليس من باب التعليق على قرارات الوزارة أو الدخول في سياسة الوزارة، إنما نقول الفكرة الذي يعني نجعلها نصب أعيننا منذ أن درسنا في الأزهر الشريف. طبيعة مصر لها ثقافتها ولها حضارتها ولها إبداعها ولها السبق، حتى قال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي إنها هي البلد التي صدرت علم الإسلام حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. والأزهري دائما يعتز بشخصيته، فهو شخصية تقود ولا تقاد، عنده ملكة الارتجال وملكة التحضير، وعنده الثقافة والاستيعاب، وعنده علاج المواقف. فكيف يمكن أن تسمح له مكانته بإمساك ورقة، مع أنه عندما تربينا في الصغر ينظرون إلى من يخطب بالورقة على أنه ليس مؤهلا، وإنما هو يسد الفراغ. لا يوجد الخطيب المؤهل ولا الأزهري البارع الناجح الذي يستطيع إيصال الخطاب الديني. فيقوم المثقف أو أي إنسان، لأنه من عناصر الخطابة التي درسناها الخطبة أصلا كلمة خطيب، لا يسمى خطيب إلا إذا كان له قدرة على الارتجال. أما الذي يقرأ فهو قارئ أو يؤدي الخطبة، ولا يسمى خطيب إلا إذا كان قادرا على المواجهة ويستطيع أن يتخلص من المواقف المفاجئة. يعني مثلا المنصور كان يرتجل الخطبة، الخلفاء الراشدون كانوا يرتجلون الخطبة، ما سمعنا أحدا منهم أدى خطبة مكتوبة. وأيضا الخطبة المكتوبة تفتقد عنصر التأثير والتفاعل مع الآخرين. فمثلا من أذكر لك قصة المنصور ثم أقول ما ينبغي أو العيوب التي فيها يعني الخطبة المكتوبة أو المقروءة. المنصور مثلا كان يخطب، فوجئ بواحد يعترض عليه في الخطبة ويقول له أذكرك بالذي ذكرتنا به، قاطعه في الخطبة. فلولا مقدرته على الارتجال لا ارتبك أو حدث له اضطراب ولا يستطيع المواصلة. فقال له سمعا لمن ذكرنا بالله، وإني أعوذ بالله أن أذكرك بالله وأنساه، فأكون إذن قد ضللت وما أنا من المهتدين، أو فتأخذني العذة بالإثم. فالمنصور سارع ببديهته إلى الرد وإلى الجواب على الرجل. نعم. سرعة البديهة. هذه من مكونات الخطيب، الارتجال وسرعة البديهة ومعالجة المواقف. قد أفاجأ بالناس مثلا لا يستمعون إلي أو يحدثون شيء، فأحتاج إلى تغيير الخطبة. لو أنا ملتزم بنص مكتوب لا أستطيع الخروج عنه. لو اقتضى المقام أو حدث أمر طارئ أريد اختصار الخطبة لا أستطيع، لأنه مقيد بما هو مكتوب. لو مثلا جاء الظروف أريد تغيير الموضوع أصلا أرتبك ولا أستطيع المواصلة. فإذا الأزهر أساسا عنده الأهلية وعنده الصلاحية وعنده المقدرة. أما مسألة مثلا عدم الالتزام بالوقت، ممكن أن يحاسب إداريا، فإذا لم يلتزم يمنع من الخطبة. مسألة الخروج أيضا عن مضمون الخطبة أو عن جوهر الخطبة يمكن أن يحاسب عليه، فأين المتابعة وأين التفتيش؟ نعم.